من المتهم انا ما نبقاش في هذه الجلسه. وقع لداخل شنو وقع لداخل؟ شكيت يعني بالانسحاب؟ كان انسحابي. شنو وقع لداخل فيكم؟ سولهم قالوا لنا بو 20 قاطعين استاذ زهران. قاطعين استاذ زهران. استاذ زهران قاطع واش اللي قلنا؟ وضح لهم دبروا راسكم. ما يمكن لكش تحط متهم. ما يمكن لكش تحط متهم. علاش استاذ واش كاين؟ اعطينا علاش او باش وقع السر وضح الناس ما كنقبلوش من الانظمه الشرعيه ما كنسمحوا ليهاش دار متهم او تعذب مجرم تفوت على انسان فاقد حريته فبين احراف المحاميين وبين احراف قاعده المحاكمه خويا كيقولوا لا يضرب خيط 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 سولوا زهرات وراه كيقول لنا بلي داك بلا تعدو في الشاشة قال لنا دابا نتفق 20 هو اللي ضرب قال لنا نتفق 20 باش هادي ضربوا باش هادي ضرب زهرات علاش شكون اللي في قفص الاتهام واش زعما المتهم خرج من قفص الاتهام هو اللي شاد شكون اللي كان عنده المتهم؟ باش ينزل خرج من قفص الاتهام. وإذا ما خرجش من قفص الاتهام، باش كيفاش دار باش دفعوا؟ ياك لا خرج أنا عنده لا. شنو باش عنده يدير؟ شنو دار لهم اللي جا؟ شنو اللي طالب هذا؟ لأن ما نقبلش ما نقبلش من رعية الدولة. اسمح للهياكل ديالو ولا الاجهزه ديالو يتسكرش على المتهم ولا المعتقل اي قواد انا وجد كل ارضي ارضيه باش يمس متهم او معتقل دابا هادشي علاش انسحب كيف السيد زياد؟ اه ما ديالك واش كان رسمي؟ رسمي ولا غير بهذا السلسله؟ رسمي رسمي من باب المستحيل من باب المستحيل نبقى مع المحاكمه من الموعد من باب المستحيل ما بقيش نجي ما بقيش نجي ما بقيش نجي ما بقيش نجي لواحد المحاكمه اللي كيتضربوا فيها المتهمين